كيف حركة المرابطون؟ ماذا حدث أمس؟ أمس فوجئنا بزحاف من المقاتلين، بعضهم غير معروف الهوية وغير محدد هويته ولغته. كنت جندي إجباري بالجيش الإسرائيلي ب 82. أخذت قرار السلاح الإسرائيلي زمام للحزب التقدمي بمهاجمة بعض المراكز، والخطر هنا بعض المواقع المتقدمة كخطوط التماس. فكانت المفاجأة أنها تمت بشكل غادر بين ما نعتقده أننا حلفاء على ساحة نواجه المشاريع الطائفية والتقسيمية ونواجه مشاريع العدو الصهيوني في لبنان والذي يحتل أجزاء كبيرة من أرضنا. قرار بالانضمام للحزب التقدمي اللي هو وليد جنبلاط. فانضميت ساعتها للحزب. هذا الذي يجب ويفترض أن نقف عنده وندقق في خلفياته وأبعاده وآثاره الخطيرة والخطيرة جدا على مسار هذه المرحلة على صعيدها الوطني الداخلي ولا سيما على صعيدها القومي وتواصله الدولي مع قوى التحرر الدولية.